تهانينا لحمد بن سلطان بن درويش المنصوري، تهانينا للجميع. زلنا نتواصل معكم مشاهدينا متابعينا الكرام، اشواطنا تتوالى شوطا تلو الاخر في هذا الصباح الجميل. الشوط الثاني عشر من تمت انطلاقته منذ لحظات، وهو شوط خاص بالثنايا الجعدان المهجنات الاصايل لابناء القبائل في مسافه 6 كيلومترات. كما نذكر مشاهدينا متابعينا الكرام بان انطلاقه الفتره المسائيه سوف تكون في تمام الساعه 3 من بعد ظهر هذا اليوم. نسير بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة وأرم هيض من قاد المجموعة بشعارة محمد بن معتوق العامري. نتابع المركز الثاني، ننطلق بثاني التحديات والباز من يتسلل مع المركز الثاني لسان بن محمد بن ضبيعة الكتبي، ثالثا الكهرب لحمد بن سالم الشريفي. نتابع المركز الرابع، ننطلق برابع التحديات وارمز على التركي عوض الله غلاب الصواط من ياتي رابعا، ومع المركز الخامس نتابع مشاهدينا متابعينا الكرام وننطلق مع المركز الخامس كي ار نشوان لمحمد بن علي بن راشد الكتبي، نقلتنا التاليه مع المركز السادس المتحديات سادسا لراشد بن علي بن عبيد بن غدير الكتبي، ومع المركز السابع المركز السابع شاهين خليفه بن حمد بن سريم الكتبي، النقله التاليه مع المركز الثامن وارى جلاد بالشعار الحميدي بن سالم بن حمود العمري، مع المركز الثامن تاسع التحديات. المركز التاسع ما يهاب المانع بن خليفه بن رشيد السويدي، وعاشرا التحديات لهياض لراشد بن حمد بن عامري الكتبي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز الأولى المتقدمة والمندفعة بناموس هذا الشوط. نعود بالصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع البداية، نتابع المقدمة وأرم هيض. أرم هيض على رأس الحربة يقود المجموعة بانفراد مشاهدينا متابعينا الكرام بشعار محمد بن معتوق العامري، يليه اللي في المركز الثاني. نتابع الباز من ياتي ثانيا لسان بن محمد بالضبيعة، ومع المركز الثالث الكهرب حمد بن سالم بن هضع الشريفي من يعلن انطلاقة الكهرب، مع المركز الثالث الكوكبة ثلاثية والاندفاع ثلاثي مشاهدينا متابعينا الكرام على المقدمة والصدارة والكوكبة ثلاثية نتابع المركز الرابع كي أرى التسلل في هذه اللحظات للشارد لسعيد بن علي بن واسر الكتبي من ينطلق مع المركز الرابع، وخامسا القدوم ايضا التسلل المتحد بشعار راشد بن علي بن عبيد بن غدير الكتبي، بينما ايضا انطلقنا مع المركز السادس شاهين لخليفه بن حمد بن سليم الكتبي، سابعا التسلل لمايهاب لمانع بخليفه بن رشيد السويدي، النقله التاليه مع المركز الثامن مزعل لتركي عوض الله غلاب الصواطه، ومع المركز التاسع من الجانب الاخر ارى هناك الفاتن بشعار احمد بن خليفه بن رشيد السويدي، بينما انطلقنا مع المركز العاشر برا التحديات الهياض راشد بن حمد بن عامري الكتبي في متابعه وانطلاقه هياض مع المركز العاشر. هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام، ندانا الثاني، جولتنا الثانيه مع العشر الاسامي المذاعه والمنطلقه بناموس هذا الشوط. ولكن نعود مع التحدي، نتابع
الإثارة، نتابع المقدمة، نتابع الصدارة، وأرى هناك مهيض، أرى مهيض من يقود المجموعة، من يندفع بناموس هذا الشوط، متحمل المسؤولية على عاتقه مع هذا الانفراد، مع هذا التحدي الجميل في هذا المسار الجميل. محمد بن معتوق العامري من يعلن انطلاقة مهيض على الصدارة، المركز الثاني، المركز الثاني، التحديات للباز لسالم بن محمد بن ضبيعة الاكتبي، والكهرب ياتي ثالثا، حمد بن سالم الشريفي من يعلن انطلاقة الكهرب مع المركز الكوكب الثلاثية، ولكن أرى شاهين، أرى شاهين مع المركز الرابع بدأ يتسلل في هذه اللحظات، وعينه عينه على الصدارة، عينه على الكوكب الثلاثية اللي تقود المجموعة. يا سلام شاهين الخليفة بن حمد بن سليم الاكتبي، ومع المركز الخامس، المركز الخامس الفاتن لأحمد بن خليفة بن رشيد السويدي، نتابع المركز السادس والتحديات أيضا للمتحد لراشد بن علي بن عبيد بن غدير الاكتبي، ننطلق مع المركز السابع كي أرى ما يهاب لمانع بن خليفة بن رشيد السويدي، ومع المركز الثامن، المركز الثامن نشوان ياتي ثامنا المشاهدين متابعينا الكرام، لمحمد بن علي بن راشد الاكتبي، ومع المركز التاسع هياض لراشد بن حمد بن عامري الاكتبي، عاشر التحديات مزعل للتركي عوض الله غلاب الصواط ايضا ينطلق، مزعل مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز العاشر. هذه النتيجة، هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن بدينا ننعطف مع المنعطف الأخير، مع المنعطف الأخير. يا سلام يا سلام يا سلام، التحديات رائعة، الانطلاقات جميلة في هذا الصباح الجميل، نتابع الصدارة، نتابع مهيض من يقود المجموعة منذ البداية بالشعار المغامر، محمد بن معتوق العامري من يعلن انطلاقة مهيض، الباز مع المركز الثاني لسالم بن محمد بن ضبيعة الاكتبي، والكهرب مع المركز الثالث، حمد بن سالم الشريفي من يعلن انطلاقة الكهرب مع المركز الثالث، رابع التحديات شاهين لخليفة بن حمد بن سليم الاكتبي، ننطلق مع المركز الخامس كي أرى الفاتن بشعار أحمد بن خليفة بن رشيد السويدي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى، ولكن أرى التحديات، أرى التحديات قادمة، والشعارات المتميزة أيضا مع هذا الاندفاع، مع هذا التحدي، مع هذا الانطلاق المتميز، ومهيض على الصدارة، مهيض على المقدمة، يقود المجموعة منذ البداية مشاهدينا متابعينا الكرام بشعار محمد بن معتوق العامري الباز مع المركز الثاني بقمة التحدي. الباز مشاهدينا متابعينا الكرام لسالم بن محمد بالضبيعة الاكتبي من ينطلق مع المركز الثاني، يا سلام الكهرب ياتي ثالثا، حمد بن سالم بن هضعة الشريفي يعلن انطلاقة الكهرب مع المركز الثالث، المركز الرابع، المركز الرابع، أرى التحديات قادمة أيضا لشاهين لخليفة أحمد بن سليم الاكتبي، ومزعل قادم، أرى مزعل قادم بكل قوة، تركي عوض الله غلاب الصواط يعلن انطلاقة مزعل، يا سلام يا سلام يا سلام، ولكن مهيض انطلق بناموسي هذا الشوط، انطلق، انطلق، انطلق بالتحدي، انطلق بالإثارة، مهيض 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 مشاهدينا متابعينا الكرام على الصدارة، والشعار محمد بن معتوق العامري، ولكن أرى مزعل قادم بكل قوة، تركي عوض الله غلاب الصواط أيضا ينطلق مع مزعل، ولكن مهيض 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 على الصدارة، باعد المسافة، باعد المسافة، تهانينا تهانينا للمغامر محمد بن معتوق العامري من قدم أريام في شوطنا الأول في صباح هذا اليوم مع البكار المحليات الأصايل، وقدم المرعوشة في أشواط المهجنات، يا سلام، ويقدم ويقدم العديد والعديد، وها هو يقدم في ختام هذه الأشواط، مهيض مهيض على الصدارة، سلام يا الهير سلام، تهاني لمحمد بن معتوق العامري، وللمرة الرابعة في هذا الصباح تهانينا للمغامر محمد بن معتوق العامري على فوز مهيض بالمركز الأول، لحظات وصوله إلى
خط النهاية اللي وصل مع المركز الثاني الكهرب لحمد بن سالم الشريفي، المركز الثالث يصل فيه مشاهدينا متابعينا الكرام نشوان محمد بن علي بن راشد الكتبي، المركز الرابع مزعل تركي عوض الله غلاب الصواط، المركز الخامس شاهين الخليفة بن حمد بن سليم الكتبي. بقية المراكز نحيلها الأعضاء خط النهاية. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام مع التوقيت الزمني ولحظات وصول مهيض الى خط النهايه، يقطع المسافه في فتره زمنيه مقدارها 9 دقائق 48 ثانيه وثمان اجزاء من الثانيه. تهانينا لمحمد بن معتوق العامري على فوز مهيض بالمركز الاول، بينما اللي وصل مع المركز الثاني الكهرب. تهانينا لحمد بن سالم الشريفي، يقطع المسافه في فتره زمنيه مقدارها 9 دقائق 52 ثانيه وفاء وتماما، واللي وصل مع المركز الثالث نشوان لمحمد بن علي بن راشد الكتبي، يقطع المسافه ايضا في فتره زمنيه مقدارها 9 دقائق. بالتاكيد هذه هي لحظات وصول المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام، 9 دقائق 56 ثانيه وفاء وتماما.